خليني اروح معاكم النهارده بقى مقال مهم جدا وانساني جدا اخترناه لحضراتكم، كتبه الزميل محمد عبد الحافظ في المصري اليوم، هتلاقوه في الجريده الورقيه وهتلاقوه على موقع المصري اليوم. المقال بعنوان ايه؟ مشاعر مرسومه في عالم وهمي. مقال رايح لحاجه مهمه جدا، ويمكن اتكلمت مع حضراتكم فيها وهنتكلم تاني، والمقال مستفيض اكتر بشكل رائع. بنتكلم عن مواقع التواصل الاجتماعي. مواقع التواصل الاجتماعي هو اطلق عليها في هذا المقال مواقع التفكك الاجتماعي، لانها وصلت الاسره ان هم بقوا موجودين جوه بيت واحد، كل واحد قاعد في مكان ماسك التليفون بتاعه، فاتح الفيسبوك او تويتر او واتساب او ايا كان الحاجه اللي متاحه عنده، وبيكلم الاخرين وبيحط حكم عميقه جدا، بيحط مشاعر رهيبه جدا، وبيتكلم بمنتهى العمق والحكمه حاجات هي ممكن ما تكونش فيه اصلا، لكن هو بيحرص على انه يظهر صوره اولا غير الصوره اللي موجوده عنده، يظهر حاله ممكن ما تكونش متسقه مع شخصيته، وفي نفس الوقت عايش مع الاخرين قصص كتيره جدا هي مش موجوده في حياته الحقيقيه. حاليا بقى وعلى الواقع هتلاقي على ارض الواقع، لا هو مش متواصل مع قرايبه، مش متواصل مع حبايبه، مش بيتكلم مع الناس اللي قاعده معاه تحت سقف واحد، ما بيتواصلش مع حد، فهو فعليا المواقع دي مش تواصل، هي اخذتنا ان احنا بقينا بنتواصل في عالم وهمي كلنا فيه مش طبيعيين، لكن العالم الطبيعي كلنا فيه منقطعين. الحاجه الثانيه بيقول بقى في المقال ايه؟ ان انا بقيت لو انا نزلت مثلا بوست كتبت فيه ان انا عندي حاله وفاه، فبقى اللي ما بيعمليش انه حزين او ما بيعلقش عندي معناها انه شمتان فيا، واللي ما شافش يبقى هو متجاهلني، واللي ما خدش باله يبقى مش عارف ايه، وبقت المشاعر كلها عباره عن رسوم كرتونيه وحاجات تدوس بايدك، فتلاقي نفسك عملت مشاعر كتيره جدا مجرد ان انت عبرت، حتى لو انت فعليا انت ممكن تكون بتضحك وانت بتعمل واحد ان انت حزين اللي هو احزنني ده او سد. فدي حاجه من الحاجات الغريبه جدا ان احنا بقينا عايشين، لا احنا طبيعيين على مواقع دي، ولا احنا بنعبر عن مشاعرنا الحقيقيه، ولا احنا بنعبر عن شخصياتنا الحقيقيه، وخدتنا من عالمنا الحقيقي وواقعنا بكل التفاصيل اللي كانت فيه. وبيروح بقى ان احنا الاتصال المباشر والتعامل المباشر هو الاقوى والابقى والاكثر تاثيرا، وبيقول رفقا بنا، فهذه هي مواقع التفكك الاجتماعي وليست التواصل الاجتماعي. ده كان مقال من المقالات الدافيه الجميله جدا، مشاعر مرسومه في عالم وهمي للاستاذ محمد عبد الحافظ في المصري اليوم، بدعو حضراتكم لقراءته والاستمتاع بيه. النهارده بقى اروح معاكم ازاي